أهلا بكم متابعي فقرة علومكم. انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من برنامج القيادات العالمية العربية الشابة عبر مركز الشباب العربي في أبوظبي، وذلك بمشاركة 51 شابا وفتاة من 18 دولة عربية وبالتعاون مع 20 مؤسسة إعلامية عربية ودولية. ويعد البرنامج أحد أكبر البرامج التدريبية العملية على مستوى الوطن العربي لتعزيز مهارات المشاركين لسوق العمل. ضمن مبادرة كنوز المدينة، كرمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي معرض القاهرة للأقمشة، حيث تحتفي المبادرة بالمنشآت التجارية التي أسهمت في تشكيل النسيج الحضري والثقافي في أبوظبي. وفي الاقتصاد، وقعت شركة الاتحاد للائتمان الصادرات مع مكتب أبوظبي للصادرات وثيقة تأمين لدعم تنفيذ مشروع التحول الرقمي في أنغولا، الذي يعكس الأهداف المشتركة للطرفين لتوفير التمويل وللمشاريع التي تتولاها الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها. ودعما لملف الاستدامة وضمن دليل الاستهلاك المستدام، حذر فريق عام الاستدامة في دولة الإمارات من إهدار الطعام، حيث يؤثر ذلك بشكل كبير في البيئة، إذ يعزز انبعاثات الغازات الدفيئة وإهدار الموارد القيمة. شكرا لكم، دمتم بخير.